سي محمد، إذا كنتي تعود بنا الذاكره لديك اللقاء وديك الاصابه اللي كانت لحقت بك في هذه المواجهه، مباراه الاياب ديال دوري ابطال افريقيا. فاظن بان فرصه سعيده انه نعيشوا الحدث لافريقيا. اولا ثاني حاجه هو نلتقيوا مع الكابتن عبد الله اللي يمكن مرت هذه 35 سنه، يمكن جات فرصه انه التقينا في مدينه الشارقه في الامارات، واليوم كيكون ثاني لقاء. فاظن فعلا الحدث اللي كان في ذاك الوقت رافقته ضجه كبيره لا على مستوى الحدث المؤلم اللي يمكن عايشته انا وعايشوه الجمهور الرياضي المغربي، وتألم له كثير لان كان في التوقيت ديالو كان قبل كاس العالم، فالكل كان تشائم بالمشاركة ديالي في كأس العالم. الحمد لله رب العالمين أنه بالمجهود ديال المغفور له الحسن الثاني والشعب الرياضي المغربي أنه مدني بواحد الجانب معنوي مهم اللي خلاني أنه نحضر لكأس العالم. فأظن بأنه الكسر كان له تأثير ومازال له تأثير لحد الآن، ولو أنه كان التقي مع الكابتن عبد الله يعني كان تقبل منه الاعتذار. على كل حال لانه خصنا نتحلاو بروح رياضيه كيف قلت لك سي فؤاد، لازم باش تكون تربيه، لان الرياضه اخلاق ورياضه تكوين ورياضه ثقافه ورياضه ابداع. الوغ في نفس الوقت روح رياضيه لازم نتقبلوها، كيف تنتقبلوا الهزيمه لازم نتقبلوا الاعتذار، وهذا ربما هو الشيء علاش حنا التقينا اليوم مع الكابتن عبد الله.